تصدر مجدداً اسم الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، ولكن ليس بسبب مرضها بل بسبب القضية التي بينها وبين الفاشينيستا مروة راتب. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تنازل مروة راتب عن القضية التي رفعتها على الفنانة الإماراتية. وأكدت مروة راتب أن مرض بدرية أحمد كان الدافع لها وراء التنازل عن مقاضاتها، مشيرة إلى أنها تنازلت عن حقوقها القانونية رغم أن القضية لصالحها. وقالت في فيديو عبر حسابها الخاص على سناب شات أن بدرية أحمد الآن على فراش المرض، وأعلنت أنها لا تستطيع دفع تكاليف العلاج، لذلك تنازلت عن قضيتها، مضيفة: أتنازل لأن في تكاليف العلاج عالية والحق العام وتكاليف الحق المدني مبالغ كبيرة، بعدين الشطر الثاني من القضية أيضا مبالغ كبيرة، أتنازل عن حقي القانوني رغم أني من الداخل ما صفيت. بخصوص قضية اللي رافعتنها ضد بدرية أحمد، كما وصلني ووصل الجميع أنها على فراش المرض وما حد يعرف متى يومه، وأنها غير قادرة على تكاليف علاجها. فأنا إيماناً واحتساباً لوجهك الكريم يا الله، فأنا أتنازل عن هذه القضية، ما رح أستكمل الإجراءات رغم أن كل الأمور لصالحي 100%. فأنا أمام جميع خلقك أتنازل عن حقي القانوني ضدها، لأن أعرف أنها هي مو قادرة على تكاليف العلاج، بعد في تكاليف اللي هو الحق العام مبالغ كبيرة، في أيضاً الحق المدني بعدين الشطر الثاني من القضية أيضا مبالغ كبيرة، فأنا أتنازل عن هذا الحق القانوني رغم أني من الداخل. يذكر أن مروة راتب كانت قد أعلنت من قبل أنها ستقاضي الفنانة الإماراتية بعد أن تعرضت للأذى منها أكثر من مرة بسبب هجومها المتكرر عليها. يذكر أن اسم بدرية أحمد قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بعدما نشرت فيديو من على سرير المرض كشفت فيه عن أنها تعيش بنصف رئة وعلى الأكسجين ولا تستطيع الاستغناء عنه. على كثر التواصل بين المواطن. وقالت في فيديو آخر أنها تعاني عدوى بكتيرية على الرئة، مشيرة إلى أن تلك العدوى سببت لها ضررا في الجانب الأيسر من الرئة، وأن حالتها خطرة ولا تعرف طريقة علاج هذا المرض حتى الآن. وعندي بكتيريا في الصدر والرئة الشمالية، مساكم الله بالخير، حبيت بالشركة ما طلعني كورونا.